لو دياغرام بيوكليماتيك دومبرجي، الاخطوط للحي المناخي لامبرجي، وكذلك تمرين تطبيقي. هادشي اللي غادي نحاولوا نشوفوا في هذه الحصه هذه. السلام عليكم، مرحبا بكم اعزائي التلاميذ في قناتكم اس في تي سيو طابلو انوار. نذكركم انه على القناه غادي تلقاو لا فيديو كذلك مسجله بالفرنسيه. اذا قبل ما نبداو لو دياغرام بيو كليماتيك دومبرجي اللي هو الخطوط الحي المناخي لامبرجي، نرجعوا للاسباب اللي جعلت امبرجي انه يفكر في هذا لو دياغرام هذا. من بين الاسباب ان لا بروميير ريبريزونطاسيون غرافيك، اول تمثيل للمعطيات المناخيه، كان على شكل هذا لو دياغرام هذا اللي سبقتو شفتوه في الفقره السابقه اللي تيتسمى لو دياغرام امبرو تيرميك. لو دياغرام امبرو تيرميك خطوط المطر حراري. هذا لو دياغرام هذا انه ما كيمكنناش انه اننا نشرحوا هذاك التنوع ديال الاوساط الطبيعيه. لماذا؟ لان هذا لو دياغرام هذا تيعطينا دي رونسينمون بونكتييل ايليميتي، تيعطينا معطيات محدده لمناطق معينه فقط، وبالتالي تنلجؤوا اننا نديروا عده خطوطات باش اننا نديروا مقارنات فيما بينهم باش نخرجوا بواحد ليكسبليكاسيون، واحد الشرح حول غياب واحد النوع نباتي مثلا ووجوده في منطقة أخرى. كذلك هذا لو دياغرام ما تياخدش بعين الاعتبار النباتات، لأن النباتات كما لاحظ أمبرجي بأنهم دي ميور انديكاتور دو كليما، أنهم مؤشرات مهمة للمناخ، فهي تتأشر لنا على نوع المناخ. كما أنه هذا لو دياغرام ما تياخدش بعين الاعتبار بعض القيم المناخيه اللي لها تاثير على النباتات، مثلا غرونتيم وبتيتيم اللي غادي نشوفوا امبرجي حاول يدخلهم في العلاقه اللي عطاها. دونك هنايا غادي نمشيو للمعطى اللي عندنا في الصبوره بور تونير كونت على فوا بي ا غرونتيم بتيتيم. Louis Amberger a proposé une formule utilisée au Maroc comme tout dans le bassin méditerranéen. لكي نأخذ بعين الاعتبار تساقطات سنوية ودرجة الحرارة القصوى ودرجة الحرارة الدنيا، Amberger أنه أعطى واحد لا فورميل تتستعمل في المغرب وكذلك دول البحر الأبيض المتوسط اللي هما لا تونيزي الجزائر لو ماروك الاسبان لا فرنسا ايطاليا اكسيتيرا. دونك هاد لو كوسيون اللي عطانا امبرجي تيتسمى لو كوسيون بلوفيو تيرميك، سمي كوسيون لان عندنا واحد البسط وواحد المقام تنسميوه بالعربيه الحاصل. هذا الحاصل المطر الحراري سمي كذلك لان به معطيات ديال التساقطات ومعطيات ديال الحرارة. إذا هنايا استعمل في هاد لا غولاسيون هادي كي تتساوي لنا ألف مضروبة في بي أ. إذا بي أ هي كوميل بلوفيوميتريك أنويل أو مليمتر، هو مجموع التساقطات السنوية مضروبة في ألف. أمبرجي أنه حاول يضرب هاد العلاقة في ألف باش أنه يتفادى القيم الصغيرة جدا، وكذلك يعطي القيمة لهذه التساقطات السنوية لأنها هي اللي غادي تحدد لنا هذه المجالات المناخية اللي غادي نشوفو من بعد. إذن العلاقة اللي معطية لنا هي على هذا الشكل هذا، يمكن أن نبسطها على هذا الشكل هذا. لماذا نستعمل الشكلين؟ هذا الشكل هذا سهل في الحساب، أما هذا الشكل فهو تيمكننا نعرفوا الدلالة ديال كل معطى من هاد المعطيات هادو. إذا هاد المعطى اللي عندنا هنايا في الأسفل هذا فهو لا مويان تيرميك أنويل، معدل الحرارة السنوية، فيما أن هاد غرون تيم موان بوتي تيم تتسمى لومبليتود تيرميك ولا ليكار تيرميك اللي هو الوسع الحراري. غرون تيم كيفاش نحسبوا هاد غرون تيم و بوتي تيم؟ غرون تيم لا مويان دي ماكسيما دو موا لو بلو فخوا
اون كيلفن. الكيلفن الاشاره هو القيمه ديال درجه الحراره بالدوغري سي زائد 273. لا مويان معدل درجه الحراره القصوى للشهر الاكثر حراره. كيفاش نحسبوا هاد الكغون تيم هادي؟ مثلا تتكون عندنا السنه درجه الحراره المقاسه كل شهر اللي تنقيسوها في كل شهر، تنحاولوا نخرجوا شكون هو الشهر الاكثر حراره. غالبا عندنا حنا في المغرب تتكون درجه الحراره القصوى تتكون في شهر 7 ولا شهر 8. اذا كيفاش نحدد هاد الكغون تيم؟ هما مثلا جويليه هو الاكثر حراره، تناخذ درجه الحراره القصوى لكل يوم ديال اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، حتى ال 31، وتنقسمها على 31 وتنحصل على لو مويان دي ماكسيما دي موا لو بلو شو. مثلا في هذه الحاله هو جويلي. نفس الشيء تندير بوتي تيم، بوتي تيم لا مويان دي مينيما دي موا لو بلو فخوا اون كيلفن. اذا تناخذ مثلا لقينا في جونفيي هو اكثر بروده، تندير ام صغيره ديال النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، الى اليوم 31، وتنقسم على 31 وتنحصل على معدل درجه الحراره الدنيا للشهر الاكثر بروده. وتنحاول في الصيغه انني ندير القيم بالوحده اللي هي درجة الحرارة المطلقة. هاد درجة الحرارة المطلقة كما قلت لكم فهي وحدة كذلك تتستعمل في بعض العلاقات، مازال تشوفوها في الكيمياء. إذا قبل ما نرجعوا لهاد لوكوسيون بليفيو تكنيك باش أننا نجيو للو دياغرام، نذكروا بأنه كاينين معطيات مناخية تم استعمالها قبل هاد لو دياغرام بيوكليماتيك دومبيرجي اللي هي المعطيات الخاصة. إذا حسب التساقطات كاين عندنا تساقطات مكنت أن نحددو الكليما اللي هو كليما إيميد مناخ رطب، إذا كان تساقطات ما بين 700 مليمتر و 2000، كليما أغيد إذا كانت عندنا تساقطات ما بين 100 و 700 وأقل من 100 مليمتر، تيكون الكليما ديزيرتيك. إذا فهاد المعطيات المناخية حاول كذلك يستغلها أومبرجي باش أنه يحدد لو دياغرام ديالو. غادي نشوفو بالنسبة للحرارة كاين كذلك معطيات مناخية تقولنا بأن لو دومين إيفير تخي فخوا عندما تكون إم صغيرة قل من صفر، لو دومين إيفير فخوا عندما تكون الحرارة ما بين صفر و 3، دومين إيفير تومبيغي درجة عندما تكون درجة الحرارة ما بين 3 و 7، ودومين ايفير شو فاش تفوق درجة الحرارة ام 7. اذا شتاء جد بارد، شتاء بارد، ثم شتاء معتدل، ثم شتاء حار. اذا هاد المعطيات المناخية ديال ام صغيرة هي اللي استغل اومبرجي ودارنا لاكس هنايا ديزابسيس اللي حاول انه يحدد فيه المجالات ما بين قل من صفر. هنا عندنا ايفير تخي فخوا، اذا انا حاولت نكتب هذوك لا ناتور دو ليفير. عندنا ايفير تخي فخوا، ايفير فخوا، ايفير تومبيري، ايفير شو. هاد المعطيات ديال نوع الشتاء تتحدد انطلاقا من ام صغيره. اذا فأومبرجي استغل هاد ام صغيره لانها عامل محدد كذلك في توزيع النباتات. نرجعوا الان دابا لوكوسيون بليفيو تيرميك دومبرجي اللي من خلاله حاول انه يحدد هاد المجالات المناخيه اللي تتلاحظوا هنا، دومين بيوكليماتيك صحاريان، دومين اغيد، دومين سومي اغيد، سوب ايميد، او في الاخير دومين ايمي. اذا كيفاش ان تلقاو هذا التسلسل؟ هذا هو ان لوكوسيون بليفيو تيرميك العامل المحدد فيه هو التساقطات. التساقطات هنايا هي لو فاكتور برينسيبال دون لوكوسيون بليفيو تيرميك. اذا كل ما كانت عندنا تساقطات كبيره تيكون عندنا لوكوسيون كبير. اذا المنطقه اللي تتعرف تساقطات بكثره مثلا فانها توجد في واحد لو دومين اللي هو دومين
اوميد تنحصلوا على كي كبيره تنكونوا في المجال اللي هو اوميد. الى نقصتنا التساقطات فلوكوسيون كذلك تنقص وتنتقلوا من اوميد لسيف اوميد. من بعد ذلك الى نقصت التساقطات غادي نمشيو لو دومين سومي اريد بوي لو دومين اريد. ولا تزاد نقصتنا التساقطات كانت ضعيفه جدا في منطقه معينه كبعض المناطق اللي عندنا هنايا مثلا ميسور اكدز فالتساقطات ديالها تتكون ضعيفه وتنتجه لواحد لو دومين اللي هو صحاري. داكشي علاش ان هاد لوكوسيون بلوفيو تيرميك تيتسمى كذلك انديس باريديتي. اذا فهو يدل على باريديتي كل ما كان عندنا لوكوسيون ضعيف فاننا نتجه لو دومين صحاريا. وكذلك ممكن ان نسميو انديس دو ليميديتي كل ما ارتفع عندنا لوكوسيون بلوفيو تيرميك تنمشيو لو دومين اوميد. لكن ما هو مستعمل هو ان هاد لوكوسيون تتسمى لوكوسيون بلوفيو تيرميك انديس داريديتي. دونك بان اونبرجي ا اوتيليزي كو لوكوسيون بلوفيو تيرميك ذكر انه في بعض الكتب تتلقاو بانه لوكوسيون بلوفيو ميتريك لان التساقطات هي العامل المحدد في هاد لوكوسيون. هذا كاين عندنا ام اذا هادو جوج ديال العناصر اللي استعملهم اونبرجي. بوتيت ام خدا في لاكس دي زابسيس و لوكوسيون خدا في لاكس دي زوردوني. وكذلك لي غروبمون فيجيتو كيون لي ميم اكزيجونس ايكولوجيك جينيرال المجموعات النباتيه اللي عندها نفس المتطلبات البيئيه العامه اللي تنسموها لافينيتي ايكولوجيك pour subdiviser son diagramme en 5 étages bioclimatiques avec la nature de leur hiver. حاول انه يستغل المعطيات النباتيه باش انه يفرق هاد المناطق الى مجالات حي مناخيه. اذا هاد لو ديغرام تيتسمى ديغرام بيوكليماتيك اذا استعمل فيه معطيات مناخيه كليماتيك. بيو يعني حي اي توزيع ديال النباتات وحاول انه يقسم هذه المناطق الى مجالات حي مناخيه. كما ان تحديد هذه المجالات الحي مناخيه يصاحبه تحديد واحد لو ايطاج اللي هو لا ناتور دو ليفير نوع الشتاء. فمثلا نجيو مثلا المنطقه ديال فاس فهي تنتمي لواحد لو دومين سومي اري اللي هو هذا لو دومين هذا سومي اريد ولكن ايفير تمبيري. مثلا خنيفرة تنتمي لواحد المجال سومي اريد كذلك اللي ولكن ايفير فخو. ازرو تنتمي مثلا السيب ايميد ا ايفير فخو. كما ان المنطقه اللي نتواجد فيها انا حاليا هي القصيبه فهي تتشبه في المناخ ديالها الازرو والحاجب وانو الزاب. اذا فالمتطلبات المناخيه للنباتات نفس المتطلبات المناخيه لهذه المناطق هذو. اذا ذكر هنا بان اونبرجي فهاد الخطوط اللي حاول انه ينجزهم فهو ينجزهم على حساب معطيات ديال انواع ديال النباتات وبالتالي حصل على خمسه ديال المجالات حي مناخيه اللي هو المجال الاول اللي تسمى صحراوي مجال صحراوي فيه ميسور اكدس كما قلنا اريد فيه وجده مراكش سومي اريد اسفي فاس خنفرة سوب اميد اغبالة ازرو شفشاون الرباط ثم اميد بحال كتما. مع العلم اننا نحدد بعد تحديد المجال الحي المناخي نحدد كذلك لو سو ايطاج اللي هو لا ناتور دو ليفير. اذا الان غادي نحاولوا نمشيو للتمرين ديالنا.
رجعنا اعزائي التلاميذ نديروا ليكزارسيس دابليكاسيون باش نحاولوا نفهموا اكثر هذا لو دياغرام بيوكليماتيك دونبرجي. دونك حاولوا تتبعوا معايا. لا فوري دارغاني اكزيست دون لا ريجيون دو سوس. اذا الغابه ديال ارغان كاينه في لا ريجيون دو سوس اكادير والصويره والنواحي. ايل سيتون دو ويت سيفت او نور اي اتيزنيت تفراوت او سود. اذا تبدا من ويت سيفت في لو نور وفي لو سود كاين عندنا تيزنيت اي تفراوت اي او بور دو جبل سيوا. في ليست كاين عندنا جبل سيوا وفي الويست بطبيعة الحال كاين البحر او المحيط الاطلسي. Proposer des hypothèses pour expliquer cette répartition. Donc, on va essayer des hypothèses sur la limite de توجد شجر أرغان فقط في هذه المنطقة هذه. Donc, les فرضيات اللي يمكن نعطيو هما les facteurs climatiques et les facteurs hydrophiques ou les deux à la fois. Donc, ربما راجع توزيع الشجر الأرز في هذا عفوا شجر أرغان في هذه المناطق راجع إلى عوامل تربوية عوامل مناخية أو هما معا. Des études ont été faites sur la nature du sol sur laquelle se pousse l'arganier. Ils ont montré qu'il pousse sur des types différents du sol calcaire et silicieux. إذا بينات الدراسات بأن شجر أرغان ينبت في عدة أنواع من التربة اللي من بينها التربة الكلسية وكذلك التربة الرملية. إذا السؤال الثاني كو ديدويزي فو اش يمكن نستنتجو من هذا المعطى. إذا بويسك لارغاني بوس سور لي ديفيرون تيب دو سول دونك اون فا غوفوتي ليبوتيز دو فاكتور إضافي. إذا بما أن شجر أرغاني ينبتو في تربات مختلفة إذا غادي نحاول غادي نإليمينيو غادي نحيدو الفرضية ديال العوامل التربوية. دونك سي ان تيب انديفيرون على ناتور دو سول. نقول بانه نوع لا يبالي بنوع التربة. اذا التربة ليس عامل يتدخل في توزيع شجر أرغان. Afin de connaître les exigences climatiques de l'arganie, on propose les données climatiques enregistrées dans trois régions au Maroc. اذا بهدف فهم les exigences climatiques هما المتطلبات المناخية ديال الأرغانية. On propose les données climatiques. غادي نحاولو نعطيو هاد لي دوني كليماتيك اللي كاينين في لو طابلو. غادي نحاولو نستغلو هاد لي دوني كليماتيك اللي عندنا في لو طابلو. عندنا لالتيتود بي ا غران تيم اي بوتي تيم. كالكولي لي كارت تيرميك كوسيون بلوفيو تيرميك de ces stations. Donc l'écart thermique voit le وسع الحراري. كيفاش نحسبوا الوسع الحراري؟ تنديروا درجة الحرارة العليا ناقص درجة الحرارة الدنيا. Donc la valeur maximale de la température moins la valeur maximale de température. تحاولوا نتوما تحسبوا كذلك. إذا عندنا منطقة أكادير درجة الحرارة العليا 27 ناقص 7.2 هي درجة الحرارة الدنيا بقينا 19.9 دوغري سي. بالنسبة لميدلت 33.3 ناقص 0.3 تلقاو 33. طونجي غادي نلقاو 26.4 ناقص 9.6 غادي نلقاو 16.8 دوغري سي. دونك هذه معطيات بسيطة جدا. غنمرو الآن لحساب لوكوسيون بلوفيو تيرميك اللي هو كي اللي شفنا في العلاقة قبل ألف مضروبة في بي أ مقسومة على غرون تيم بلس بيتي تيم على جوج مضروبة في غرون تيم و بيتي تيم اللي العلاقة ديالها ممكن أننا نحولوها على الشكل التالي باش أننا نحسبوها. كي تتساوي 2000 مضروبة في بي أ مقسومة على إم كاري موان بيتي تيم كاري وتنزيدو في شاك غولاسيون 273 لأن درجة الحرارة اللي عطا أمبرجي في العلاقة ديالو عطاها بدرجة الحرارة المطلقة. إذا بالنسبة لأكادير غادي تلقاو 42.95. بنفس الطريقة غادي تحسبو الميدلت غادي تلقاو 24.25. بالنسبة لطنجة غادي تلقاو 159.24.
50. اذا بعد ما غادي نساليو هاد المعطيات هادو غادي نمروا للسؤال الاخير اللي هو التمثيل ريبريزونتي سور لو دياغرام بلوفيو تيرميك دونبرجي لي 3 ستاسيون. دونك اون فا ريبريزونتي لي دوني اللي عندنا كيفاش نديروا لا ريبريزونطاسيون على هاد المحور الافاصيل تناخذوا بوتي تيم على محور الاراتيب تناخذوا لو كوسيون اللي حنا حسبناه قبل قليل. اذا القيم حاولت نسجلهم هنايا. اذا هادو هما القيم اللي عندنا. عندنا اكادير 42.95 اذا 42.95 تقريبا هنا. درجة الحرارة الدنيا 7.2 وتجينا قيمنا هنا تقريبا. بالنسبة للميدالت غادي ناخدو 24.25 الكي و 0.3 دونك هنايا 0.3 و 24 تقريبا غادي تجيني القيمة هنا. بالنسبة لمدينة طنجة غادي نديرو 159 تقريبا هنا 159 و 9.6 غتجيني هنا. إذا بعد ما درنا لا غوبخيزونطاسيون غادي نكملو السؤال. ديدويزي ليطاج بيو كليماتيك. دونك ليطاج بيو كليماتيك بالنسبة لأكادير غنحددو ليطاج هنا ايطاج تنتمي. دونك اكادير ابارتيان على ايطاج سومي اريد. دونك ايطاج سومي اريد ا ايفير شو. دونك ليفير ديالها لي شو تنحددو ليطاج و لا ناتور دو ليفير. هذا هو اللي تنقصدو به ليطاج بيوكليماتيك. دونك بالنسبه للميدات تقدر تجيكم نقطه يا اما في اريد واما سوي اريد على حساب الكتب اللي تشتغلوا عليها ولا غادي تجينا ما بيناتهم. اذا هنايا حاولت نديرها بين هذا سوي اريد واريد باش الا صدفتوا ولقيتوا شي نقطه تحطت لنا بين مجالين اذا تنقولوا بان ايطاج بيوكليماتيك دو ميدات سي تان ايطاج اريد ا سوي اريد قاحل الى نصف قاحل. اما فبالنسبة لمدينة طنجة تقريبا النقطة جاتنا هنا. إذا ليطاج بيوكليماتيك سي دو طنجي سي تان ليطاج سوب إيميد أ إيفير شو. ماتنو أون فا إكسبليكي بوركوا لاغانيي نو بوس با دون لي ستاسيون دو طنجي إيميدات إي إل إكزيست دون لا ستاسيون دكادير. دونك لاغانيي أبخي سيت روبخيزونطاسيون إي إيكالمون دوطخ روبخيزونطاسيون كذلك عدة تمثيلات غادي تلقاو بأن لارغاني مثلا المنطقة ديال تواجد أركان غادي تلقاوها هنايا سواء المدن ديال الصاويرة تالودانت تيزنيت إلى آخره. فهي كلها تتمحور في هذا المجال هذا أغيد أ سومي أغيد. دونك لارغاني إل طولير لو كليما سومي أغيد أ إيفير شو ولا il pousse dans le climat semi aride à hiver chaud. donc son absence dans la station d'Otangé peut être due à quoi puisque Agadir et Tangé ils ont le même hiver عندهم نفس الشتاء اللي هو شتاء حار. يمكن ارجاع غياب شجر أركان في منطقة طنجة الى الرطوبة المرتفعة في هذه المنطقة. إذن هي تتواجد في واحد المنطقة سوب إيميد بارفوا لا ريبريزونطاسيون تقدر توصلنا لإيميد سا ديبون دي زاني على حساب السنوات اللي خدينا في لا ريبريزونطاسيون. دونك لابسونس دو لارغانيي في لا ستاسيون دو طنجي إلي دو أليكسي دو ليميديتي. بالنسبة للمنطقة ديال ميدات سبب عدم تواجد الأركان في منطقة ميدلت إلى لاحظنا هنا الاختلاف. هنا الشتاء عندنا حار هنا الشتاء بارد. أما بالنسبة للكوسيون فهو متقارب كي متقاربة وبالتالي يمكن إرجاع غياب شجر أركان في محطة ديال ميدلت إلى نوع الشتاء اللي هو بارد. إذن أعيد بأن شجر أركان تيحبد هذا المناخ اللي هو أغيد أسوني أغيد ا ايفير
chaud, parfois hiver tempéré, ولكن من الاتيتوج في هذه المنطقة بسبب الرطوبة المرتفعة وبالنسبة للمنطقة ديال ميدلت البرودة اللي مرتفعة. إذن بهكا غادي نكونوا هنا هاد التمرين. سنضرب لكم موعد حصة مقبلة إن شاء الله.